اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. الشك الذاتي هو وجود شكوك حول مهارات الفرد وخياراته ونقاط قوته والوفاء بخططه، وهذا الشك قد ينمو ليولد خوفا ورفضا لأداء بعض الأعمال. إن الشك الذاتي والتحدث السلبي عن النفس يعيقان الناس كل يوم بطرق لا تعد ولا تحصى، وقد تكون محاربتهما صعبة، في حين أن رحلة الشك الذاتي لدى كل إنسان هي رحلة شخصية للغاية، إلا أن العلامات الفلكية المختلفة يمكن أن تجد نفسها مع نقاط ألم مشتركة عندما يتعلق الأمر بالشك الذاتي والقلق. من خلال إلقاء نظرة على كيفية تعامل برجك الخاص مع الشك الذاتي وكيفية التغلب عليه، يمكنك البدء في العملية الصعبة لكن المفيدة للتخلص من هذا الشك في حياتك. تابع معي هذا الفيديو من قناة رويش تي في لتعرف ما الذي يقلقك ويخيفك ويدفعك للشك بذاتك بحسب برجك الفلكي. برج الحمل. يكون برج الحمل واثقا جدا بشكل طبيعي، لكن يمكن أن يواجه المشاكل بمجرد اهتزاز هذه الثقة. يمكن أن يؤدي الذهاب في موعد سيء أو خسارة إحدى العروض الترويجية أو أي انتكاسة بسيطة أخرى يمكن أن تؤدي إلى إرسال برج الحمل نحو دوامة من الشك الذاتي. أحد أفضل الأشياء التي يمكن أن يفعلها برج الحمل لإيقاف هذه الشكوك هو إلقاء نظرة على التوازن بين العمل والحياة. تأكد من الحفاظ على توازن صحي بين العمل واللعب، بحيث يمكنك التعامل بسهولة مع اللكمات عندما تأتيك هنا وهناك. برج الثور. مولود هذا البرج يميل إلى صرف الأموال الباهظة على العناصر المادية، لذلك يمكن أن يتأثر احترامه لذاته عندما يجد نفسه غير قادر على تأمين أسس رفاهيته التي تعود عليها. عندما يواجه الثور أسلوب حياة فاخر لا يستطيع تحمله تماماً، يمكن أن يغمره الشعور بعدم الأمان. يمكنك يا عزيزي الثور في تلك اللحظات المريرة العودة والتركيز على ما لديك. برج الجوزاء. يفخر الجوزاء بكونه مرنا، لكن في بعض الأحيان قد تجعل هذه المرونة من الصعب عليه الشعور بالرضا عن قراراته. مولود الجوزاء دائما ما يرى الاحتمالات في كل شيء، فعندما يواجه خيارا صعبا غالبا ما يشك في قراراته ويخشى أنه اتخذ القرار الخاطئ. لتجنب ذلك حدد مواعيدا صعبة لنفسك لاتخاذ قراراتك بحلولها، واستعن بصديق أو بأحد أفراد العائلة لمعاونتك على اتخاذ القرار، ثم باشر بالتنفيذ قبل أن يبدأ الشك. برج السرطان. يمكن للسرطان الحساس أن يفقد الثقة بسرعة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعلاقاته الشخصية الوثيقة. يهتم مواليد السرطان كثيرا بأصدقائهم وعائلاتهم، وأي توتر في تلك العلاقات يمكن أن تدخلهم في دوامة الشك الذاتي، فيتساءلون عن الأخطاء التي قالوها أو فعلوها. يجب أن تتدرب على تقييم علاقتك بنفسك، وأن تثق في أنه إذا كانت العلاقة مع أحد أفراد أسرتك في حالة يرثى لها، فمن المحتمل أن يخبروك بذلك. برج الأسد. برج واثق بشكل عام، لكنه يجد صعوبة في قبول النقد، ويمكن أن يؤثر ذلك بشكل سلبي على حياته ومظهره. يميل مولود الأسد إلى تغيير ملابسه عدة مرات قبل أن يتمكن أخيرا من الخروج من المنزل. للتخلص من هذه الشكوك في حياتك، خذ ثانية كل يوم قبل أن تغادر البيت لتقول شيئا واحدا جيدا عن مظهرك، حتى لو كان شيئا صغيرا مثل طلاء الأظافر هذا لطيف. سيساعدك ذلك على التركيز أكثر على ما تحبه في نفسك وليس على ما تتمنى تغييره. برج العذراء. لدى العذراء الكثير من المعايير العالية
التي يسعى لتطبيقها على نفسه وعلى الآخرين. لذلك إذا فشل في تحقيق هذه المعايير وبلوغ تلك الأهداف، يمكن أن يصاب بالشك الذاتي والقلق الاجتماعي. هذا الشك في قدرته على أن يكون اجتماعيا ومرحا يمكن أن يضر بشكل خطير بقدرته على التواصل ويعيقه في المجالات التي يجب أن يتفوق فيها. أفضل طريقة للتغلب على هذا هي أن يضع نفسه دائما في مكان ما على الرغم من شكوكه الذاتية، مثل إجبار نفسه على حضور حفلة عيد ميلاد أحد الأصدقاء. برج الميزان. يمكن أن يجد مواليد هذا البرج أنفسهم يعيشون في خوف من إحباط الآخرين، ويشككون دائما في أنهم أفضل الأصدقاء أو الأزواج أو زملاء العمل، نظرا لأنهم يستمدون الكثير من الفرح من جعل الآخرين سعداء، فيمكنهم غالبا الانحناء لإرضائهم والقلق من التسبب بالمتاعب إذا قالوا ما يشعرون به حقا. تدرب يا عزيزي الميزان على التعبير عن نفسك، وستتعلم ببطء أن العالم لن ينتهي إذا كان شخص ما منزعجا منك للحظة. برج العقرب. قد يكون الشك الذاتي لدى برج العقرب أمرا صعبا بشكل خاص، لأنه قد يؤدي إلى عدم الثقة في الآخرين. إذا كنت لا تستطيع الوثوق بنفسك، فكيف ستثق بشخص آخر في المرة القادمة التي تجد فيها أنك لا تثق بالآخرين؟ خذ دقيقة لتقييم ما إذا كانت مخاوفك مبنية بالفعل على هذا الشخص أو أنك تسقط مخاوفك عليه. يمكن أن تساعدك استشارة صديق أو فرد موثوق من العائلة في معرفة متى تكون مخاوفك مشروعة ومتى تكون مبنية على أوهام. برج القوس. يبحث القوس دائما عن الحقيقة ويشك دوما في أنه قد عثر عليها، ولكنه أثناء تخمين أفكاره واستنتاجاته يعاني من مشاعر عدم الثقة في كيفية عمل عقله. في لحظات الشك الذاتي يجب أن يلجأ القوس إلى قصص من التاريخ حول الثقة في النفس للمساعدة في إعادة بناء صحته النفسية والعقلية. برج الجدي. غالبا ما يشعر برج الجدي بأنه بلا هدف، على الرغم من كونه أحد أكثر الأبراج المجتهدة. يمكن أن ينتهي به الأمر في كثير من الأحيان إلى مقارنة نفسه بالآخرين واعتبار أنه أقل شأنا منهم. يمكن أن يستفيد برج الجدي على وجه الخصوص من البحث عن مرشد في مجاله يساعده في طمأنته بأنه على المسار الصحيح، ويساعده كذلك على رؤية نقاط قوته. برج الدلو. يمكن أن يؤدي ميل برج الدلو لمعارضة التيار إلى جعله يشعر وكأنه شخص غريب. الرقص على إيقاع الطبلة الخاصة بك يمكن أن يجعلك تشعر بالوحدة. هذا هو السبب في أن برج الدلو يجب أن يبحث عن مجتمعات صغيرة من الأشخاص ذوي التفكير المماثل له والتي لم تجعله يشعر بالغرابة. برج الحوت. مولود الحوت فنان بالفطرة، مما يعني أن مسار حياته لا يشبه في كثير من الأحيان مسار أصدقائه وعائلته. هذا يعني أن الحوت يمكن أن يقع فريسة للكثير من القلق والشك بشأن نجاحاته المادية، أي ما إذا كان سيتمكن من تحقيق النجاح في المجال الذي اختاره أم لا. من خلال ممارسة تخفيف التوتر واليقظة يمكن أن يساعد الحوت في مكافحة هذا الشك المستمر والقلق بشأن المستقبل، وأن يقوم بالتركيز أكثر على الحاضر. اكتب لي في التعليقات إلى أي برج فلكي تنتمي أنت، وما الذي يجعلك تشك بذاتك وبقدراتك؟